بهذا الموروث الشعبي الأصيل الذي أيضا غير من نوعه في هذا العالم الساحر في سباقات الهجن العربية الأصيلة. هكذا شاهدت الشوط الأول الرئيسي، فتهانينا وناموس لمالك الساحرة التي خطفت أضواء الشوط الرئيسي وشوط الضباب كما يقال. نسير على بركة الله وتوفيقه مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو ثاني أشواط هذا اليوم ولا يقل أهمية عن الشوط الرئيسي بالنسبة للإبكار. نسير مع شوط الجعدان، الشوط الملتهب بالفعل. أسير إلى الصدارة، إلى المركز الأول والفاتن هنا عبد الله بن خلفان بن بخيت المزروعي، بينما أتابع المركز الثاني هنا متعب حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري، بينما أشوف الوصول، أشوف الانطلاق مع المركز الثالث من الظبي مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي قادما هنا في المركز الثالث، بينما أرى المركز الرابع هنا ملفت قادم علي بن سعيد بن سالم بالبثرة الخاطر وخامس المراكز هنا. من يصل بهذه اللحظة؟ ها هو الخمري راشد بن جاسم بن خليفة المسافري. هكذا هي النتيجة والنداء للخمسة المراكز الأولى، لكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى الخمري. الله ما شاء الله وتبارك الله، الخمري يأتي على الصدارة على المركز الأول، يبي يحافظ على مستوى هذا الشعار الخاطفي للشوط الرئيسي للإبكار، ليأتي هنا ليعيد الكرة للمرة الثانية. الشوط الرئيسي للجعدان يذهب إلى أهل السواد مع راشد بن جاسم بن خليفة المسافري. سلام 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 يا أبو جاسم على هذا الفوز، يكسب النواميس الصباحية مع هذه النجومية. المركز الثاني من وصل مشاهدينا الأعزاء اللي هو أيضا ملفت لعلي بن سعيد بن سالم بالبثرة الخاطري، بينما في المركز الثالث كان الوصول من الفاتن لعبد الله بن خلفان بن بخيت المزروعي. هكذا هي نتيجتنا للثلاثة المراكز الأولى، تهنيتنا والناموس إلى مالك الخمري الذي خطف الشوط الثاني من خلال انطلاقة أيضا أشواط هذا اليوم وأشواط التسعيرة بالفعل. التوقيت الزمني 2:07، ما شاء الله على الإبداع. تهانينا والناموس لراشد بن جاسم بن خليفة المسافري على فوز الخمري وانتزاعه لناموس هذا الشوط.